السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ابتسامات، ونبتدي حلقتنا بسؤال على الطاير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة سؤال على الطائر. سؤال اليوم: كم جزيرة تتكون منها دولة البحرين؟ على الطائر ينتظرنا الشباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي السريع واثق انك حتجاوب ان شاء الله. سافرت البحرين؟ والله سافرت البحرين. سافرت البحرين اكيد انك حتجاوب. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ ما في اختيارات. ما في اختيارات. أربعة. أربعة. وش سر رقم أربعة؟ سم. وش سر رقم أربعة؟ سر. والله جات من الله. جات من الله. وش اسمك؟ فهد. يا سلام عليك يا فهد في المشاركة والضحك الحلو، بس للأسف إيش؟ خطأ. لا غلط. سؤالي على الطائر، يلا. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ يا جزيرة واحدة. أقوى جزيرة واحدة. سلام. خطر. إيش رأيك، عامة ولا أنت تعرف الإجابة ولا هو الجواب؟ جزيرة واحدة. جزيرة واحدة تتكون منها دولة إيش؟ البحرين. برافو عليك. أقوى. يبقى البحر واحدة. يلا. البحرين. البحريني. اسمك الكريم إيش؟ موسى غالب. ها؟ موسى غالب. موسى غالب. إجابتك غلط. ها وانت هذا كم جزيرة؟ ثلاثة. وانت؟ ثلاثة. ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. أنا ثلاثة وخمسة. ها؟ أنا ثلاثة وخمسة. من قال ثلاثة الأول؟ وقال ثلاثة الأول. أنا الحين خمسة. أنت خمسة؟ طبعا إجابتك لا. إجابتك أنت هي إيش؟ غلط. وانت خطأ. يلا. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ كم عدد الجزر؟ كم؟ السلام عليكم. سؤالي على الطائر: كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ الجزر التي تتكون ضاعت من لا عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين. ايوه. كم جزيرة؟ انا قل انت. ما فيش جزء. ما في. ما فيها. طبعا ما في دولة البحرين ما فيها جزر. وبرافو على اسم الكريم محمد. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ هي ليست جزيرة. البحرين ليست جزيرة ولكن شبه جزيرة. هي شبه جزيرة. إن شاء الله صحيح. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله صحيح. بإذن الله. وش كمان؟ صحيح. برافو عليك. إجابتك غلط والله. البحرين. البحرين شبه جزيرة. البحرين جزيرة. محيط بها من جميع الجهات. لا من جميع. لا 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 ليس من جميع. هناك يا رجل. من جميع الجهات يا شيخ. لا ما أعتقد هذا. البحرين. إيه نعم البحرين. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ جزرتين. بنتين. أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله. هي إيش؟ المنامة. المنامة. الثانية مش فاكرها. والثانية مش فاكرة. المنامة والثانية مش فاكرها. طبعا هذه الثانية مش فاكرها. هي ثاني أكبر مدينة في البحرين. صح ولا لا؟ هي المنامة العاصمة. غلط. طيب. أنا أعرف المنامة العاصمة. العاصمة وين ومش فاكرها؟ لا أنا مش متأكد. أنا رحت مش فاكرها. حلوة. بالتوفيق لك إن شاء الله. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ لا تعرف. خويك يقول هناك واحد من الشباب يقول إن البحرين شبه جزيرة. شبه جزيرة. معقول؟ شبه الجزيرة. البحرين؟ جزيرة. نعم. جزيرة وشو جزيرة؟ تحيط فيها المياه؟ نعم. جميع الجهات. جميع الجهات. يا سلام عليك. يلا بالتوفيق إن شاء الله.
أكيد أنك جيت ومعك الإجابة. أنا حاس كم عدد الجزر التي يتكون منها دولة البحرين؟ جزر ثلاثة. ثلاثة يا عمي، ما يبغى لها يا عمي، هي عدد ثلاثة. طبعا أنت ما تعرف، عارف الأسماء؟ لا والله. اسم اسم الكريم؟ حمد. حمد، برافو عليك يا حمد. وهي عدد كم هي؟ ثلاثة. غلط. خمس. خمس أخيرا، السلام عليك يا حمد. لا مش غلط، خطأ. شوف التفكير دائما يركز، يعجب في فارق في الطول. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ جزيرة واحدة. جزيرة واحدة. ما ها؟ جزيرة واحدة. طبعا هي ايش؟ المنامة. المنامة والمحرق، ما من ضمن المنامة صح؟ من ضمن المنامة. برافو عليك، بس اجابتك غلط. هلا بك والله. هلا بك. شلونك؟ هلا بك. الله يحييك. يلا حيه. الله يحييك. بارك والله بخير. طقي النظارات سوا. ايه. يلا. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ النية. أهم شيء النية. إيه أهم شيء. النية كم؟ جزيرتين. جزر هي اللي. هي الجزر إيه؟ يلا يلا يلا. اللي أعرف جزيرتين. ها؟ جزيرتين. جزيرتين. إيه. أعطيك خيار ثاني. زوج. فوق الخمسة. إيه. سبعة. يس يس يس، سلام عليك. طبعا أخيرا يعني فريت المجمع، وهذه الإجابة. خطأ. لا والله مش خطأ. ها. غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا والله. يا هلا. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ جزيرة واحدة. جزيرة. متردد ليش؟ جزيرة واحدة. ما في إلا جزيرة واحدة صح ولا صح؟ اللي ها؟ جزيرة واحدة. هي أكيد جزيرة واحدة ترتبط إيش؟ جسر مع الملك. ملك فهد. يا سلام عليك. كم عدد الجزر التي يتكون منها دولة البحرين؟ قال لي إن حجاوب يعني. الرجال مصر يعني، مصر يعني. ها. مية. مية ما شاء الله عليك. أنت منين جيت؟ من هنا ولا من هناك؟ احكي لنا. يلا لا شوف ويلا الله منشرك. ها. يلا مندخلك معانا في روتانا خليجية. سؤالي، كم عدد جزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ جزر البحرين؟ إيه. اسألنا بالسعودية. طيب اسألنا بالبحرين. في اختيارات؟ البحرين جزيرة واحدة. وليش متردد طيب؟ ما أدري بس ذكرت أنا صغيرة قلت الجزيرة. سلام. اسمك إيش؟ عبد الله. كم عدد الجزر التي تتكون منها دولة البحرين؟ جزيرة. طيب. ها؟ جزيرتين. ها؟ جزيرة. ليش انت متردد؟ لا انا ماني متردد، جزيرتين لكن. برافو عليك. برافو. ايوه عددها كم؟ جزيرتين. غلط يعني. يا اخي تجينا تقولنا صح بعدين. كم؟ انا اللي اعرفه جزيرتين. وانا اعرفه كم؟ والله انت عاد عطنا معلوماتك نستفيد. يلا تابعني يوم الاربعاء الساعة 10 على روتانا خليجية. على روتانا خليجية. اي نعم. ما فيها جزر. ما فيها جزر يا عمي، البحرين كلها ايش؟ هي جزيرة واحدة. هي جزيرة واحدة. في العشرين. في العشرين جزيرة واحدة. أنا عجبني يركز ويفكر. وأنت إيش؟ وأنا إيش؟ ما أدري. ها؟ ركزت ولا فكرت؟ ما والله يا الطائرة. كم هي؟ واحدة. جزيرة واحدة طبعا تتكون منها دولة البحرين وهي غرب. إلى هنا انتهت فقرة سؤال على الطائر. يا عمي أكيد تبغون تعرفون كم جزيرة. 33 جزيرة. ايوه ثلاثة. ايش عندك؟ عندك تراب. ايوه 33 جزيرة تتكون منها دولة البحرين. الى اللقاء. بريك وراجعين لكم، استنونا. خلونا نتابع الكاميرا الخفية وش صار مع احمد. الله يستر. خلونا نشوف. I
اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقره الكاميرا الخفيه. اليوم غير اليوم اللي حيقدمها احمد. جاهز يا احمد؟ يا ويله مني بس يا ويله يا صادق يا مصر بس. خلونا نتابع ونشوف الفقره. كيف كويس هو؟ كيف طعمه كويس ولا؟ لا ممتاز. أول مرة تجي المطعم هنا أنت؟ لا. صدق والله؟ حياك الله. تسلم والله يعني. كيف مو زين ذا؟ لا لا لو سمحت الدجاج لا تلمسها. لو سمحت. بعد إذنك يعني لا تلمسها ها؟ خلاص؟ استعلى. ليه استعلى على وجهك؟ يا أخي ما تقول يا أخوي مفرع يجير يا أخي ولا؟ كيف يا أخي؟ أنا يا أخي طالبة أنا خلاص لا ترى وياك سوى لا تتعزم بعدين تقول لي لا. ما أعرف. ها. ها. طيب ولا وش ماكل أنا ها. إيه لا هذه لي هذه شوف ربع ربع بس لي هذا. لو سمحت لا تقرب لها. خلاص. يا أخي لا تسحب يا أخي خلي هنا. لو سمحت. إيش تبي؟ لما لو مو بالأخلاق. ها. خلاص لا ترى وياك سوى يا أخي بلا كن. حتى السيفنوم جيب جيب لو سمحت جيبه يا أخي. انت وش طالب وش ذا؟ وش طالب؟ بالله كيف كويسة؟ حلوة؟ بالله هذه نظاراتك لي؟ بالله ممكن اخذها؟ ها؟ اي يا ليت بالله ليه؟ ليه قليل الحياة؟ خلاص لا تزعل اهم شيء ما تزعل. ايش فيك معصب انت ها؟ ايه ايش فيك معصب؟ ممكن اجلس بس؟ ممكن اجلس؟ بس لا تطول. ايش فيك كذا يعني مكشر ولا تطول؟ خبر راح طالع من دوام وصدق. من تغدى معك يا اخي؟ شك لا من غير نفس صح؟ صح ولا لا؟ ايش رايك يعني؟ لا لا لا, 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 لا ما تقول لي طالب ما طالب. لا يا اخي ما تقول لي كذا. ها؟ لا ترفع صوتك انا مناسب. لا ترد شيء. اي الثلاثات لو سمحت لا تمديك لو سمحت لا لا هذا والله شوف لا معي مزاج لا لا ما كيف بطلب لك واحد بطلب لك واحد انت فيك انت ايش فيك انت بالله بالله اذا بطلب لك واحد انت ايش فيك انت هذا هو مصاص يا اخي لو سمحت لا هذا هذا يكفي لا ما خلاص ما ابي يا اخي ايش تطلب لي تمن علينا انت تمن علينا خلاص ما ابي ما ابي خلاص لا تجي ما ابي بطلب لك واحد خلاص ما ابي خلاص ما ابي السالفه كلها ضدي انا وش؟ انت ايش تبي انت؟ انا ما ابي خلاص خلاص ما ابي خلاص بس بس هذا بس يا ابوي ايش تحس فيه انت؟ ايش فيك ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك معصب؟ ايش فيك معصب؟ انت قايل لي تعال طيب يكفي الناس اطلب لك واحد ثاني لا يا اخي هذا فيه ليش اطلب؟ هذا واجد شوف واجد يكفي سبعه تقول لي يكفي الناس لا يا اخي خلي هذا هذا لو سمحت وخر يدك ايش تبي؟ لو سمحت وخر يدك لو سمحت ايش فيك انت؟ ايش فيك ايش فيك؟ كيف ناكل سوى يا برا كيف اطلع برا يا ولد يلا هذا يا طيب يا اخي ناكل سوى وبعدين تفاهم هلا اخذ اكل ذا طيب والله تاكل والله والله تاكل معي والله حلفت حلفت عزمك يا اخي اليوم عزمك يا اخي عزمك اليوم كلش بلاك انت عزمك كل كل في مويه ها كل يا اخي كلها بس هذه لا تجي ها خلاص يا اخي طيب لا تدف الصحن لا تدف كل بالظاهر انه بحطها عليك تحط ايش؟ حصه اقول كل 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 مد يدك مد يدك مد يدك يلا يا اخوي بتغدى كل كل تغدي كلها؟ صدق والله؟ خلاص قم طيب قم غسل قم قم يا اخي ايش بلاك انت؟ اخذ انت غدا طيب بتغدى بس بتغدى بالله تغدى بتغدى بالله بدوك طعمه بس بدوك ولا بس بدوك طعمه فيك تراب ها طيب وانا وش دخلني كاسف طيب وانا وش دخلني شوف شوف طيب بالله بس شفطة شفطة واحدة بس شفطة واحدة لا ما بدوك طعمه طيب كيف طعمه كويس طيب طعمه كويس طيب طيب طعمه كويس طلبت لك واحد يا اخي ما ابي طعمه بسألك بس ما ابي طلبه ما لك شغل فيه يعني ما لك شغل فيه ما ابغى
يعني تمن علينا في واحد. ايش من عليك انا ما اعرفك انا ولا سنه برضه. سب كيف طعمه كويس ولا لا؟ ها مالك شغل فيه طعمه كويس ولا لا؟ سؤال بس يا اخي فيه انا خلاص. طيب ايش فيكم عصب انت يا اخي؟ ها خلاص ماني جالس هنا ماني جالس عندك. خلاص طيب خلاص خلاص طيب ايش تبي؟ معك كاميرا خفية معك كاميرا خفية فك الصوت معك كاميرا خفية مش كاميرا تعال تعال وريك طيب معك الكاميرا خلاص معك معك الكاميرا تعال وريك اياها طيب تعال وريك اياها تعال وريك اياها تعال شوف طيب بس اوكي يا حبيبي طب قال الشرطة عشان كم لو سمحت بس لو سمحت جبس في الأرض يا أخي متلقف على أكلي يا أخي ليه أنا اللي طالب مو من من قاله جايب لي هو مو جايب من قال عزيز أطلب لك يا أخي جيب جيب طيب جيب جيب على الله يا جيب لا لو سمحت لا يطيح حرس لا يطيح هذا اللي لو سمحت على الله فيك الله يا ولد يلا يلا هذا طيب فيك ليش كذا يا اخي ليش كذا معصب ايش فيكم معصب طيب انا بطقك يا اخي والله السبرايت هذا لازق بجنبك يا اخي ليه طيب خلاص يلا راح يبي ناكل سوا طيب خلاص توكل على الله ها باكل معك بالله باكل معك يا توكل على الله بذوق بس بذوق طيب لا طيب اوخر لا تتفجر خلاص اجلس اجلس توكل على الله خلاص اجلس خلاص ما في شيء خلاص اجلس ها بجلس مكاني أبجلس في مكاني بالله بالله باكل معك تكفى بالله 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 ليه ليه طبعا ها ها ليه يا أخي حبك ليش تطلق يا أخي من وياك كيف هذا على وجهك يا أخوي بعطيك شيء أحلى من ذا وش رأيك بعطيك شيء أحلى من ذا تعال وريك إلا تعال وريك تعال وريك شيء أحسن من ذا شفيك أصب معك معك الكاميرا خذية معك الكاميرا خذية تغدى وبروح لا لا تغدى وين عايشين شفيك معصب شفيك معصب لا تعصب شفيك بحلها طيب دقيقة خلاكم خلاص 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 ما بي خلاص ما بي شيء خلاص لو سمحت هذا غداي وهذا الشيء ذا لو سمحت لو سمحت بعدين معك أنت إيش تبي أنت براسك أنت إيش تبي أنت بعد يعني اثنين علي يعني اثنين علي لحظة لحظة ايه ليه يا اخي ليش تبرز شوف تبرز خلاص معك بالله معك كيف رفت فيه شوف 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 كسرت علينا وين شوف كسرت علينا والله ايش تسوي يا زين خاش الارض علي الى هنا انتهت فقط الكاميرا الخفيه الله يستر على خير انت على خير الله يستر والله ونتمنى ان الحلقه نالت على إعجابك يا سلام عليك نتابع فقرة أخرى والآن طبعا مع لورانس اللي ننتظر قفشاته ونقده الساخر يا عمي الله يستر منه لا يجينا نقد منه خلونا نتابع لورانس مين 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 بيكوي غطرتك مين 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 بيطبخ كبسيتك مين 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 بيغسل هدمتك مين مين مين
بينظف غريفتك آن مين يا أخي. والله العظيم صراحة رحت خطبت من ناس، خلونا من مين ما مين، خطبت من ناس عطيتهم اسمي، قالوا بنسأل عنك، سألوا عني في الحارة، لقوا سمعتي زي البرلانس ذهب غالي رورو اللي هو أنا بسلمتي يا سلمتي يا حلوتي يا طعمت. اتصلوا علي طبعا، قالوا والله سألنا عنك سمعتك زي الذهب. قلت حاجة مش غريب، إنسان زي موظف ماسك شغله من بيته لعمله. قالوا خلاص تفضل تعال شوف شوف الشرعية. قلت الله الله، هنا 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 يكون في نوع من تشوفني البنت، أشوفها تقتنع بوجهي، تقتنع بالوجه الضفدعاوي هذا اللي أنا والله تعبت وأنا رايح جاي، يعني وجه غريب سبحان الله. ذاك اليوم صاحي من النوم لاقي الثالون هذا يطق مع العين دي على إيش ما أدري، ما وجه غريب وجهي وأنا حر فيه، أستلمه أشرشح وجهي بعد وأنا حر فيه والله العظيم. ما علينا، رحنا قلنا يلا شوفها شرعية، خبعد فاهم مع بعض ويصير في نوع من 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 الأخذ والعطاء وال... طبعا الشوفة الشرعية دي ما أخذت ولا دقيقتين. وبعدين في حاجة في الشوفة الشرعية عندنا نشوف حاجات غريبة، يعني مش تناسب العقل، ما تناسب العقل. يعني أنا جاي أخطب والله 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 علينا تفكير غريب عجيب. لكن يلا بعد فترة اتصلوا علي قالوا طبعا برضو بناخذ معلومات عنك، بناخذ وانا مطلوب امنيا، انا يوم تاخذ معلومات عني يا اخوي. خلاص وظيفتي ورحت وسالت عني فيها ولقيتني كويس ومن احسن الناس وولد وسيم، ها ولد كويس، وش التعقيدات هذه؟ قال عاداتنا. قلت على العين والراس، يلا عادات. بعد كم يوم اتصل علي الاخ يقول انت راعي سفر يا عيني. قلت واذا صار بيننا جدال نقاش اخذ وعطاء، تعال شوف الحوار ايش صار. قلت السفر فيه 7 فوائد، قال لي عددها لي، تعددها لي، تغيير جو، بدال ما تجلس يعني في مكان واحد تروح تغير جو، تشوف الناس، تاخذ من افكار الاخرين اللي تفيدك، وهذه فائده. ليش انت تقول السفر؟ قال يلا هذه حلوه، حلو تشبع لك. قلت حلو، اذا احنا بدينا عشان يصير في 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 توافق مع البنت مستقبليا وكذا، يعني صارح الناس، علمهم انك ايش في السفر، كلنا نسافر. جات النقطة الثانية، قال وش الفائدة الثانية؟ قلت التعليم في السفر، أنا تعلمت كثير في السفر، تعلمت. وبعدين إلا على طاري التعليم، خلونا نتركوا زواجي على جنب، اتركوا زواجي شيلوه على جنب. تعالوا يا المبتعثين، تعال حبيبي، تعال يا مبتعث يا حبيبي تعال. طبعا المبتعث مش من عندنا، من كل الدول العربية. أبى أسألكم سؤال، أنتم مبتعثين رايحين تجيبون علم ولا عادات الآخرين؟ يعني سافرت وتعبوا عليك وودوك وخذ لك يا مصاريف ويصرف عليك، وفي الأخير تجيني فكر ثاني مختلف له باللي درسته عشان نقول والله دارسه ونقدر تجيب عادات تختلف عن عاداتك، ليش؟ قسم من بالله، شوف يا المبتعث هذا الكلام مني، قسم من بالله العظيم ان جبت عادات غير عاداتنا اللي تناسب ديرتنا وتناسب ديننا قبل كل شيء، قلتني عندكم. كان الحين ذكرت الابتعاث، يوم اني مبتعث انا، يوم قصة بوب اللي ماتت ورثت بوب، انا مشتاق له شوي، بكلمه شوي. اوف اشتغلت وانا مبتعث، ايام يوم اننا نبتعث ما في ابتعاث، كان الواحد اللي
لا أحد الله ما يضايقه. لو اللي مع الكفاءة يروح على حسابه. اشتغلت هناك عند لاعب كرة قدم إنجليزي متقاعد معتزل. والله يا لعب فيني لعب. إلى جيت تدري إيش اشتغلت؟ مغسل سيارات هناك. ما فيها شيء. ما فيها شيء تشتغل وتصرف على عمرك. ما فيها شيء. عشان أوريك المبتعد الفرق اللي بيني وبينك الآن. والله يا لعب فيني لعب. عاد هناك الزبائن إذا طلعوا رضاء الزبون عندهم. يا أخي الخواجات هذولي عليهم يعني اهتمام بالزبون، يهتم بالزبون اهتمام. جاني مرة وأنا مغسل السيارة أنا 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 اللي ماخذ على الكبسة وماخذ على إني لي طلعت لقيت أحد يغسل سيارتي، أغسل سيارة برا ولا جيت هنا أتى. يا أخي طفينا طبع غريب. ليه سافرنا برا نشتغل وكذا ولا جينا في ديارنا ما نشتغل؟ ليش؟ سؤال سؤال معليش خارج الموضوع. هذه شطحة غشة. ولو ما أشطح أصلا ما أصير لورنس، والله العظيم ما أصير لورنس. ما علينا، نرجع للموضوع صلب الموضوع الأساسي. أوكي أوكي. طبعا الأخ هذا ما عنده يا مرحب. جاء زبون أشتكى من تغسيل السيارة، والله يستلمني بالإنجليزي استلام كلام. تأبل مروءة. عند الكلام اللي قاله لي. ولا 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 معي إقامة في بريطانيا، خايف راح أشتكيه يمسكوني جوازات بريطانيا. يلا حظ يلا. هذا التعليم وفوائده. قال الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة يا أخي يا أخي أنت بتزوجني أنت يعني أباخذ الحين الله يعني باخذ مين يعني واحدة أنا مثلكم ومنكم وفيكم. خلونا نفك ذا الأمور والتعقيدات ونتزوج ونفتك من العنوسة اللي ملت البلد. عنوسة 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 والعنوسة بس باب تفكير بعض الآباء الله يكفينا الشر. ليه جاي زوجك تحسننا بيزوج الحين يعني واحد إنسان يبغى يعرس يبغى يغير وضعه يبغى يستقر يبغى والعالم تعقيدات عشان حاجات بسيطة ما أدري إيش. كل الناس تسافر. لا والمصيبة هو مسافر، هو يسافر، هم يسافرون عوائل. ولا جيت خطب منهم قالوا تسافر. والله شيء صراحة مو بيجي بالمخ يخلي مخك يصرقع، يخليك يا شيخ يخليك مفرن مكرن كارها مدبرا معا. تقول إيش لها دخل؟ لها دخل لها دخل. نجي عند المنطقة الحساسة جدا في العراق اللي صار فيها الخطر. نوصل عند المرحلة الخطيرة الحساسة. قال شوف يا حبيبي ما في تكافؤ بيننا. قلت كيف يعني ما في تكافؤ؟ أخذ لك كلام مني ومنه وإقناعات ويميني صار. أنا طبعا والله وقفت عند الحد هذا. لكن كيف عدم تكافؤ؟ يعني كيف يعني مثلا 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 عدم تكافؤ؟ هل 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 انا من المريخ مثلا وانت من عطارد اذاني طوال ما الناس يعني ولا شلون؟ هل انت مثلا 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 من موكب من كوكب القمر وانا من كوكب بتل على النموذج فيه؟ لكن يلا ما دامنا في هالعادات أقول ما دامنا في ذا العادات اللي بتأخرنا شوي ما إلا الواحد يقول خليها عندك لا تجي بعدين تقول ليش كثرت العوانس وما العوانس. ولا يقهر كل المثقفين هذول اللي جاء تكلم عن المفروض تزوج وتيسر ثم جيت تسأله وقف لك عند عدم تكافؤ. يلا يلا بريك وراجعين لكم. وعويض الله من شبك انت اللي جالس هناك لا تغير المحطة استنونا. يا عمي أرجوك لا تفتي شيء أنت عارفه قوله. دام
ليلة ونزلت الشارع في يوم ولقيت مذيعة بتسأل كلام معقد جدا وملهوش أي وجود، يا ترى هتجاوب ولا لا؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل لما نزلنا الشارع. حضرتك تفتكر ان عطيات الاندلسي التي اخذت منصب كبير جدا في الامم المتحده وايضا الولايات المتحده للاستقصاء العالمي، هل هي فعلا تستحق المنصب ده ولا لا؟ تستحقه اكيد لو عملت مجهود كبير وخدمت ناس كتير في اي مجال من مجالات، مثلا اطفال، حيوانات، اي موضوع ايا كان. يعني حضرتك هي جنسيتها من فين اصلا؟ على ما أسمع يعني أنها سعودية أسبانية. أنا ما أسمع. مير، تفتكر عطيات الأندلسي تستحق المنصب المحوري في القاعدة اللذيذة الاستقصائية في الاستفتاء؟ لا طبعا. هي عملت إيه؟ لا طبعا. ها؟ طب هي جنسيتها إيه؟ ألمانية. حضرتك تفتكري أن الأستاذة عطيات الأندلسي تستحق المنصب العالمي في المحور الدولي للسكة الحديدية ولا سكة الحديدية؟ طبعا تستحق. لي طالما الست مننا متعلمة ومثقفة، أهم حاجة كمان الثقافة مش الشهادة. أستاذ شريف محمود، إيه رأي حضرتك في عطيات الأندلسي اللي هي دلوقتي ماسكة المحور العالمي في السكة المحورية للمنتزه والحي الغربي كله؟ والله عندها افكار كويسه، بس مثلا عندها تحيز للعنصريه مثلا النسائيه اكتر من الرجال. واو. في سبيل اللي هي مثلا عايزه بتقول اللي هي تشغل الست وتقعد الراجل في البيت، وده طبعا يعني هو كل واحد ليه تفكيره، بس ده طبعا غلط. طبعا حضرتك سمعتي عن موضوع عطيات الاندلسي اللي هي واخده المنصب العالمي في السكه المحوريه للدقي، تفتكري ان هي تستحق فعلا المنصب ده ولا لا؟ أول مرة أسمع عنها منك، بس أكيد لو هي وصلت المنصب ده يبقى هي أكيد تستحقه. تفتكر حضرتك الأستاذة عطيات الأندلسي تستحق المنصب البويمي في الأمم المتحدة للبيئة المستنقعية ولا من وجهة نظرك؟ هو من وجهة نظري كمرأة عادي إن هي تمسك منصب زي ده، ونساعدها إن هي تمسكه ونبقى مبسوطين. أولا عطيات الأندلسي أصلا من جنسيتها إيه؟ جنسيتها مصرية. طيب حضرتك تفتكر عطيات الأندلسي هتقدر تحسم الموضوع البوهيمي، وإيه هي نشاطاتها اللي هي عملتها قبل كده؟ هي بالنسبة لنشاطاتها يعني معروفة في كل مكان، هي يعني بقى ليها دور في المجاعات بتاعة الصومال، بتفع يعني بتعمل عملت حاجات كتير مهمة قوي مش لأمريكا بس أو هي عشان عاشت هناك، لا عملت حاجات كتير للدول العربية. إيه هي الحاجات اللي انت سمعتيها عن عطيات الأندلسي قبل كده؟ ان هي اثرت في اهتمامها ببيتها وابنها، وده اثر ان هو ممكن يكون وصل لمكان هي ما تحبش ان هو يكون فيه. حضرتك تعتقد ان هي في حسم الموضوع البوهيمي هتستطيع ان هي برغم ان هي امراه انها توصل للدرجه العاليه جدا من الاستقصاء ولا لا؟ اكيد ما دام وصلت كل ما انت بتترقى في الموضوع دوت اكيد هتوصل للدرجه اللي عايزها، اكيد اللي هو خصصها للدرجة اللي فيها أكيد هتوصل لأبعد الحدود إن شاء الله. إن شاء الله. من وجهة نظر حضرتك إيه يخليها تستحق إن هي تحسم الموضوع البوهيمي؟ يعني علشان هي ست تتكلم عن المرأة دايما تتكلم عن المرأة، لأن المرأة زمان كان حقها مهضوم. تفتكر عطيات الأندلسي هتستحق الموقف البوهيمي في السيطرة اللا إرادية في الكون اللولبي؟ لا طبعا، هي كانت اساسا بتهتم بالزراعه ولا اهتم بالصناعه خالص. ليه جوزها واطفالها سابوها في الاخر وجهه نظرك؟ ممكن مثلا عشان يعني التحيز اللي جه للعنصر النسائي جه على حساب جوزها، وهو ممكن ما قابلش حاجه زي كده. حضرتك تفتكر ان عطيات الاندلسي تستحق ان هي تحسم الموضوع البوهيمي في السكه المحوريه للحديديه ولا لا؟ لا طبعا، بس انا حاسس ان يعني ان دي نموذج سلبي مش احنا هناخد بيه دايما. تفتكر حضرتك عطيات الاندلسي هتمشي على مبدا البهمنه في الاستواء اللذيذ اما الاستواء الغير لذيذ؟ وبصراحه اكيد اللذيذ يعني ما دام بتستمتع بعملها. الاستاذه عطيات الاندلسي حضرتك تفتكري ان هي هتغير لنا فعلا زي ما بيقولوا الكون؟ ليه لا؟ البهمنه ام نقدر نقول الحلزونه ياما الحلزونه اوقع؟ ها تمام،
نقدر نقول ان الموضوع النفسنة العميقة في الاسلوب الحركي للموضوع ممكن نقول عليه الاستقصائي هي عشان ست هتقدر ان هي تحل ولا لا؟ او بصراحة لا، يعني حتى لو حلت مش هتحل مثلا زي الراجل، يعني ممكن الراجل هيبقى عنده مثلا قوة احتمال كبيرة يعرف يتصرف الكلام ده كله، بس هي مثلا مش هتيجي زي الراجل. خلينا نتكلم كمان في الموضوع العشوائي، تفتكر حضرتك هتبقى هي عطيات الاندلسي تقدر عليه؟ لازم تخش العشوائي بثقافتها هي، لان العشوائي عايز معامله معينه، فاهمني؟ يعني كل وسط وليه ايه معامله، فهي لازم تدخله بايه باسلوب اللي هم بيحبوه. لو حضرتك هتدي نصيحه لعطيات الاندلسي، تفتكري حضرتك تنصحيها بالعشوائيه ولا البهمنه؟ هي العشوائيه محتاجه. العشوائية محتاجة. تفتكر حضرتك الاستقصاء في الاستواء الحركي هل هو أوقع أم عن الاستواء الاستوائي جدا أم البهمنة؟ لا، هو هيبقى استوائي، هيبقى استوائي. حضرتك من وجهة نظرك تفتكر أن عطيات الأندلسي أو زي ما بيقولوا عليها عطيات البوهيمي هتقدر فعلا أنها تحسم الموضوع البوهيمي في المستنقعات المائية ولا هيحصل فوضى عملاقة في الاستواء الحقيقي؟ والله هي تعتبر اول مره تمسك المنصب ده وهي تحت التجربه، واحنا لحد الان لسه ما نعرفش هتعمل ايه. بس عامه المراه اما بتحاول توصل لشيء، يعني لما توصل له بتحاول تجد فيه وتثبت نفسها. عطيات الاندلسي بتميل اكتر للاستواء او الاستقصاء الاندلسي اكتر من الاستقواء والباسدينا، هيك مع مين اكتر؟ والله بالنسبه للنقطتين دولت انا كمصري عربي يعني اميل للطبيعه العربيه اللي هي البسيطه، يعني ما احبش ان اتطبع بالتطبع الاوروبي اللي زي الفرنسي او اي تطبع اخر، يعني على حسب الطبيعه اللي انا نشات عليها. حضرتك تقولي ايه العطيات الاندلسي في موضوع المحور النفساني البوهيمي الاندلسي؟ هقول لها ايه، يعني تدرس الموضوع بالراحة وبهدوء وهتوصل بإذن الله. صح. وربنا معاها يا رب وكلنا معاها. أنا لو نزلوها في الانتخابات أنا هنتخبها. البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش، كل سنة تطعب عادي، أصلا شخصية فتاية. طيب هتفتي تاني بعد كده؟ عادي، إيه المانع مدام هضحك وبقى أضحك ناس كمان، تبقى الموضوع لذيذ يعني. أبص لروحي فجأة لقيتني كبرتي فجأة، تعبت من مفاجأة ونزلت دمعتي، قوليلي إيه يا مرايتي، قوليلي إيه حكايتي، كنتش دي نعيتي وآخر قصتي ديو. إحنا البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش، طبعاً أنت طيب، إحنا كنا بنهزر معاك، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي. بجد والله؟ والله يا شموك اللي نزيل. احنا البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش، كل سنة وانت طيب. طب انا فاتت كتير بس طبعا طيب. هتفتي تاني بعد كده؟ اكيد طبعا اكيد، عشان انا مصري. مفيش واحدة اسمها عطيات الأندلسي واخدة منصب كبير في أي حتة. إلى هنا انتهت حلقتنا لهاليوم، أتمنى أن الحلقة نالت على إعجابكم، وانتظرونا في الأسبوع القادم بنفس الوقت. باي.